ربما كان الحيوان السري ينتمي لعائلة الزواحف ويعيش بعضها في الصين. إذا كان الحيوان السري ينتمي لفصيلة الزواحف، فقد يكون السحلية الصينية التمساحية، وهي من أقرباء فصيلة التماسيح وشبيهة بها، وتتميز بصفوف مزدوجة من القشور على ذيلها، وتعرف هذه السحلية أيضا باسم السحلية التي تنام كثيرا لأنها تستلقي على ضفاف الأنهر لتنام تحت الشمس. والحيوان السري يستمتع بالشمس أيضا أثناء النهار. العضاءة المائية